لطافة، عايشين حياتنا ما بين الأخوة والصدافة، بس كثر القلق والهم خر الشباب البوم بوم بوم بوم. شباب البوم يا ضحكة والبسمة دايما مرسومة على هالشفاه، نرمي كل حاجة تضرنا ورا ظهورنا وما ننساه. شباب البوم دايما للطاقة هم عنوان، للخير والوطن والفخر والعزة هم فرسان. عنا شباب البوم. هلا والله بالشاورما البطلة، هذه لك شطة كاتشب مايونيز يجي يا ندم، وهذه لك يا كفتة بدون شطة بدون كاتشب بدون مايونيز بدون مخلل بدون بطاطس، كان طلبت ميس يزيلك يالله ما هو، وهذه لا هذه لك بدون مايونيز كفو عليك، وهذه زيادة شطة لك يا عزوز. ايه ابو هزيب انا في حالي يا ابوي، انا اللي فيها مكفيني ونفسيتي مصدودة عن الطعام. افا وش العلم يا خوي؟ محل كماليات، محل كماليات اللي ورثته أمي من جدي بعد 30 سنة رحني اضطرني قفله، كانت لقمة عيش أنا من ظهره ونأكل ونشرب منه، هنقفله. وأزيدكم من الشعر بيت، أنا لازم أرجع جدة بكرة ضروري، تدروا ليه؟ جدتي مسوي عملية أدعو لها بالشفاء. الله يشفيها. عملية إيش؟ الله يبعد عنكم كل أذى ومرض. لوز مسكينة، كم مرة أنبهها يا جدة لا تأكل الإسكريم، يا جدة الإسكريم هذا مو كويس، يا جدة سكاكر ومثلجات هذه ما تصلح، ما في فائدة. أكلت الإسكريم وضربت عندها اللوز. أبشر بالفزعة يا خوي. والله العظيم رح تفزعوا، ترى المحل كبير والعمار كلهم سافروا. أفا عليك يا عزوز بسافة، حنا نشغل لك المحل زي أول وأحسن. والله هذا العشم، والله إنكم إيكا والبقية في الدكة يا ماركات أنتوا يا أصدقائي، بس والله أنا ما أنصحكم الصراحة، لأنه المحل كبير وفيه له روحة وجاية واستيقاظ باكرا، بس إذا أنتم مصممين أوكي، بس عندي شرط. تتشرط كمان؟ إيوة تشرط، في البيزنس ما ينفع تدخل العاطفة، رح أصرف لكم لكل واحد فيكم 100 ريال في اليوم. أفا عليك يا عزوز، أفا بس ما هقيتها منك، حنا جايينك فزاعين ما نبي منك شيء. علي حركات هذه؟ ألعب على غيري حبيبي، لا يخدم بخيل، وبعدين توتوا على كبوتوا عشان بكرة النهار لا تحسبوها جميلة علي. انتبه. طبعا يا حبايب هذا هو محل الكماليات حق جدي الله يرحمه ويغفر له. أهم شيء يا حبايب الزبون أباكم ما يخرج من هنا إلا هو راضي، وكان جدي دائما شعاره الله يرحمه العميل أولا. العميل إيه؟ أولا. العميل إيه؟ أولا. أبشر بعزك ازهلها. لا تشلهم يا عزوز، راح جدة وانت مطمن ومرتاح، بس نبغاك يعني قبل ما تروح ترتبنا وتنظمنا، من فينا راح يكون المدير؟ أنا راح أكون المدير بس عن بعد. إيه سلامات، أنا ما حد مدير علي، أنا المدير هنا. ما حد مدير علي يا أبوي، أنا مدير نفسي. وأنا ما أبغى مدير، جاي فزعة. خلاص يا حبايب كلكم مدراء المعرض، بس عامر راح يكون المشرف. أهم شيء مو مدير. خايف استقعد لك يا ورع. خلاص يا خوان، قلنا هو المشرف. وبعدين نسيتوا جدتي اللوز بيشيلوا لها اللوز حقتها، وانا لازم الحقها واكون معاها. دعواتكم لها بالشفاء يا حبايب. كي يتمك انت يا جدة يا مسكينة، حسبنا الله ونعم الوكيل. سلام عليكم، ادعو لها بالشفاء يا اخوان. الله يشفيك ويشفيها. والان ابوزع لكم المهام. عامر حطني في مكان مريح، ما ابغى انكرف. سلامات، ترى الرجال دافع لك فلوس يعني بخشم الريال، كل يوم يعطيك 100 ريال. انت ابى احطك قسم الالعاب والاطفال. يس هذه امنيتي. وانت شكش ابى احطك بقسم الملابس. وانا انت تنفع كاشير لانك محدد الشنب. ايه اهدى، لا تقعد تمر علينا، كلنا بنهوى سوا. ايه لا تنفخ، لا خليك حمالي الحين. يلا ربع ساعه وكل واحد في موقعه. اوكي. وشعارنا هو العميل اولا، هو العميل اولا، هو العميل اولا. انصراف. ابوك يا مدير المطعم.
قول لي يا واد، كيف بتسافر وتسيبهم في المحل؟ يا ماما هذول اصحابي مره ثقه عمياء، وبعدين بالله لو جبنا عماله تدري قديش راح نخسر فلوس؟ اول شيء استقدام بدل سكن، تامين صحي حنطفل، لكن هذول اصدقاء الصدوقين عن المرء لا تسال فاسال عن قرينه، يمسكوا المحل عدم السرقه عدم النهب. اقول لك على شيء، عندهم تخصصهم اصلا مشقه وتعب. هذول يا ماما ضد الكوارث الطبيعيه والمناخيه، ضد التعب، هذول ناس حريقه يا ماما، حريقه. حريقه اللي في رابطه الاتحاد؟ لا يا امي، مو حريقه اللي في ليتي مع صالح قرني، قصدي هذول تخصصهم مشقه وتعب، شغلهم حريقه كده، هيلمان وشكبش. الو، شيشني وحشني زكريا. الامور هيك، حجزتوا الكباين؟ كله تمام؟ ايام هابي بالصلاة على النبي، نبغى شعارنا العب حتى تتعب، نبغى ننبسط. اسمع زيكو، تكفى تعلى على المطار في الوقت المناسب. خلاص زيكو حبيبي، ايام هابي بالصلاة على النبي. يلا امي هتوحشيني. يلد عندك شواحن؟ شواحن؟ يا هلا والله ومسهلا، نورت المحل يا شنبو. هل بقى؟ هامرني وش تبي؟ نبي شواحن. بس شواحن؟ ابشر بعزك. عليها ضمان. عليها ضمان وما جاك عليه. ورني اياها. همش همش قدامي. ابو الشباب، انا بسافر شرم الشيخ وبي شورتات قويه من الاخر. اهلين عزيزي العميل. عندك شو الديزاينات هذه جديده واليوم نازله، بس لمين؟ جدتي اكيد لي. لك انت كم مقاسك؟ 4X 1L. 4X 4X بكل ثقة قاعد تقولها. متخيل شكلك انت وانت متكي كذا على الشاطئ والمطبات الهوائية دي كأنك حوت. تجيب لي شورت ولا فقع وجهك. عامر عامر، سلامات سلامات سلامات، خير ان شاء الله. وش فيك متفلت عزيز العميل؟ ابي شورتات هالحين الحين، تطلعوا لي واحد. كل هالزحمة عشان شورت؟ ابشر بعزك، بس لا يكون لك. اتحداك السروال البطل. عاد الحين تبيني اوصل لك بالهلي ولا اشحن لك بسطحه؟ لا حطه في صندوق موتري. ابشر ابشر بعزك. طب اسمع، لا تنسانا من السنابات بشرم الشيخ، وترى يضبط عليك التان، لا تنسى تسوي تان. اوكي هلا والله بالمسافر البطل. حسابك 380، بس عشانك خليت الحساب 300. يوه ما عندي الا 100 ريال، ما توقعتكم غاليين كذا. خلاص ما عاد اجيكم مره ثانيه. لا 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 لا، خلاص اعطيني ذا ال 100 وجيب الباقي بعدين. وليه هذا كله؟ عشان شعارنا العميل اولا. وين المدير؟ وين؟ يلد يلد، وين المدير؟ انا المدير بس ما لي دخل. شلون مالك دخل؟ طقطق علينا انت؟ لا يعني بس مدير شكل. شكل؟ اركض في ديتك، وش فيك متفلت عزيزي العميل؟ معطيني شاحن خربان، رجع فلوسي. سلامات، هذا الشاحن قديم ولا عندنا مثله، تلعب علينا انت؟ يا رجال هات من العب عليك. والله لا اشتكيكم وحوسكم حوس، تغريم وتقفيل وترحيل. تغريب وتقفيل اوكي، بس ترحيل فاهم غلط انت، ترانا سعوديين. ومع ذلك ابشر بعزك، مالك الا شاحن جديد وابشر بالحق. تفضل حياك الله على عشاك، هذه ذبيحة كاملة وفوقها 20 شاحن. يا ربع الموضوع ذا علشان ايش؟ لانه شعارنا هو العميل اولا، هو العميل اولا، هو العميل اولا. تفضل يا الربع. لا العميل اولا. العميل اولا، العميل اولا. وانا الثاني يا عيال. وانا وانا بسم الله. يا عيال هذا اليوم الثاني لنا بالمحل، ما نبي العميل يطلع الا هو راضي، لان العميل يجيب عميل، وشعارنا هو العميل اولا، هو العميل اولا، هو العميل اولا. انصراف يا ابوي. ايه ابغى اجازه كذا يومين، بروح جده يا ابوي، انا تعب وكرب. ايه لا تسوقها، تراك ما داومت لك يومين وانت بريح قسم.
لأنقلك الحين نقل تأديب لقسم المنظفات. والله أنت تطلع الريحة من راسك وتصدع. إيه أهدى من كذا، تراني زي زيه. لا تخليني. ها؟ لا تخليني وشو؟ ورشي. عشوة. شعارنا هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. هو العميل أولاً. انصراف. اسم الكريم كفتة. وين عم مليون يا كفتة؟ اسمع، أنا عندي سفان، ما أبغى المسبح يكون عميق ولا في ثقب، عليك وجه الله ما تبيع لي إلا بضاعة مزركشة. موجود، ولك حق التجربة. متى؟ هذا المسبح على الشرط. كيف المسبح يا ولدي ظافر؟ رهيب ظل يبا. بكرة من نبات الصايم بشتري لك وعلى نخرة تيتا. أهلين وسهلين، كيف أقدر أخدمك؟ بكم ذا يا الحبيب؟ ذا؟ بـ200. كأن في ريحة. ريحة؟ هذا قديم بس مجدد، هذا الإصدار ما تلقاه بالشكل ذا، والريحة دي إلا عندنا. يا أخي أنت جوي، أنا أحب الأشياء المميزة. بما أنك تحب الأشياء المميزة، بسوي لك عرض خاص ومميز. إذا حسبت عندي كاشير 100 ريال، إذا نزلت تحت الكاشير 200، غالي. خلاص بشتري. أبي مسدس يا بابا، أبي مسدس يا بابا. خلاص أبشر، أنا أبوك بشتري لك مسدس، وهذا هو المسدس اللي لقيناه، يلا خذه وأنا أبوك. مساء الخير، كم عمر ولدك؟ عمر الله يصلح 7 سنوات. 7 سنوات وتشتري المسدس؟ اتخبلت انت؟ وش فيها؟ ترى مسدس لعبة. اليوم يشيل مسدس لعبة، بكرة يشيل على كتفه RPG حقيقي. انت تعلمه على اجرام. اي اجرام؟ لا تكبر الموضوع. اقول لك، ليش ما تودي الحديقة اللي في الحارة؟ تخليه ينبسط ويلعب ببلاش، بلا خساير. هيا هيا هيا. والله انك صدقت يا لجودي. يلا مشينا انا ابوك، نبى نروح نلف الحديقه مجاني، بلا خساير، بلا وجع راس انا ابوك. لا يا بابا، انا بالمسدس. يا ابوك انا بنروح نلف الحديقه ونستانس انا وياك، وامر الله من ساعه. مشينا يلا يا حبيبي مشينا. شاريه من عندكم وقلتوا لي في 10 اشخاص، سويت فيه كبسه حمام الحالي ولا كفاني. بعذره ما كفاك، ما شاء الله عليك تانكي. المهم وين الفاتوره؟ غسلت الخدامه مع الثوب. لا يا شيخ، تسوق علينا انت. طب ورا ما غسلت الصحن قبل ما تجيبه؟ والله اني مغسله في براده عندنا في الحاره، لكن تعرف كبسه الحمام وزفرها. اما عاد حمام من وين جايبه؟ شاري لي 20 طير، تبي طرف لك 2 3؟ ابشر. كفو والله، اي بيلها حمام. بس اسمع، ترى بحقه ابعطيك بدالها حافظتين اصليه، وبدال الصحن ذا الان يحضر لك صحن كبير. بيض الله وجهك. وجهك. مثل ما اتفقنا عزيزي العميل. اوكي، مثل ما اتفقنا. كل شيء تمام. 100 100. ايه سلامات، داخلين شاليه انتم؟ جبت لا ماخذه معايا ولدي وولد اختي، نجرب المسبح الثاني لا يكون يخر ولا شيء، والتجربه خير برهان. لاقينا انتم حكمتك ابو برهان، تسوق علينا. ومن اللي قال لك ان نجرب مسابح هنا؟ موظفكم الله يجيب لي اسمه. لا ماخذه الله يجيب لي اسمه. ايه كفته كفته. الله يقلعك يا بابا صنفور. وش ذا يا كفتة؟ مهبول أنت؟ أنا أبغى العميل راضي، لأن عزوز يقول لي العميل أولاً. أطب عليهم حيفرة. لا لا لا، ممنوع يا عامر، لأنك مو عميل. هي صح. لو سمحت، أنت تشتغل هنا؟
ايوه انا اشتغل هنا، انا مدير قسم الملابس، وهذا المكان فاضي بنغطيه. لساعده وزمزميه ونقطه حمراء ما لقيتها. زمزميه وفي نقطه عندها عنقز ونقطه حمراء مدحت لي اياهم سعد. هذه من افضل الثلاجات عندنا، وكمان تخلي الشاي منعنش. ابغى نقطه حمراء. طيب اجيب لك اياها من المخزن. ما قلت لك اصليه. مع اني سروالي مشقوق وتقول لي اهدى. اي اهدى الله يطول عمرك، وسروالي بدال سروال ما لك الا العواض. سلامات، وش فيكم؟ خويك بايع لي سروالي مشقوق ويقول لي بدل السروال سروال، يرضيك الكلام ذا؟ لا والله ما يرضيني، واللي تبيه حاضر، لو تبي اشق سروال ياسر. اسمع انا ابغى رد اعتباري. ولا شف ترى في شكوى، وفي تقفيل محل، وفي غرامه وترحيل صح؟ يا عيني عليك وترحيل. تفضل حياك الله على غداك، وبعد الغداء ابشر بسروال جديد. انا تراضيني بدجاج وغيري بذبيحه؟ انت تعرف راعي الشاحن؟ اي هذاك يا سعد ولد عمي، وقال ان علومكم غانمه وراعي المواجيب. نصاب. وشعاركم العميل اولا. المعذره عزيزي العميل على السروال المشقوق، وبدالها سبع سراويل سنه وثلاث فنايل وثلاث سراويل مقوصر. تفضل يا مال الشحم. كفو كفو كالطيب، لانه شعارنا هو العميل اولا. هو العميل اولا. هو العميل اولا. تفضل سمو. لا العميل اولا. بسم الله. انا الثاني. انتم خلكم عند السراويل. الله يغنيكم كثر خيركم. لا تنسى سراويلك عزيزي العميل. يا عامر ترى اللي جالسين نسويه ما يصير ابدا، الى الان خسرانين 3000 ريال على ذبيحتين وكل من بيعنا في ذا المحل. يا ابن الحلال وش عرفك انت؟ هذا كله مصنعة العميل، ولا تنسى تسجلها على بند الحفلات، لأنه حنا شعارنا هو العميل أولا. هو العميل أولا. هو العميل أولا. إلى الخيمة سر. أي إيش الطفش دا والملل يا عيال؟ من الصباح ما جاء العميل واحد. والله طفشنا يا عامر، نبغى زباين ولا نروح البيت؟ يا عيال سوينا كل شيء عشان ننجح ولا جاء ذا العميل، أكيد في خطأ عندنا. عرفت الخطأ. وشو؟ لقيت لكم الحل اللي يخلي المحل يدهر من الزباين. لو ان محل ابوي ما تعبنا ذا التعب. يا عيال خوينا ويستاهل، وبكره يجي محله ويتفاجأ. احسن خليه يستلم محل امه ويفكنا. وربي تعب. يا صديق جيب شاهي. صديق جيب شاهي. ببغى انت. برافو عليكم ما شاء الله، ما خليته في المحل الا الغبره بس. كيف صرفت البضاعة دي؟ عفا عليك، وبيوم واحد بس. كل هذه من أفكار كينج التسويق ياسر. الشيء اللي سويته أني شفت فواتير البضاعة بالجملة، واكتشفت إن جدك النصاب الله يرحمه. الله يرحمه. أن الشيء اللي يشتريه بخمسة يبيعه بمية. جت على بالي فكرة، أن الشيء اللي نشتريه بخمسة ريال نزيد عليه ريال ونبيعه بستة ريال. إيش؟ كده أنتوا خربتوا بيتي، دمرتوا محل جدي، راح شوربة. انت تدروا ايجار المحل حاله 500,000. ناهيكم حق الزكاة والدخل، وغير كده فاتورة الكهرباء. خربتوا بيتي، راح اتقم منكم.